تخيل أن تحدث ثورة في عالم الفن بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي. في حدث غير مسبوق أعلنت دار سوثبيز للمزادات عن طرح عمل فني مذهل أنجزه روبوت فنان يدعى AIDA، سيتم عرضه في مزاد علني في نوفمبر. اللوحة التي تتراوح قيمتها بين 100 و150 ألف جنيه استرليني ليست مجرد عمل فني تقليدي، فهي نتاج عقل روبوتي يملك أذرعا إلكترونية ووجها يشبه الإنسان. هذا الفنان الآلي الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء لوحات أو منحوتات لديه كاميرات في عينيه ويديه الإلكترونية، وهو يتحرك ويعبر عن نفسه بشكل مستقل من دون تدخل بشري. وقد عرضت أعمال للروبوت AIDA في بينالي البندقية وفي متحف التصميم في لندن وفي أهرامات الجيزة. كما ألقى الروبوت خطابا أمام مجلس اللوردات في عام 2022. برأيك هل يمكن لروبوت أن يكون فنانا حقيقيا، أم ستظل الحدود بين الإنسان والآلة قائمة؟